عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو إياكم أداة تحذير في معنى احذروا، والغلو هذه كلمة منصوبة على التحذير، لكن الواو هنا هل هي معطوفة على الفعل السابق؟ لأن كلمة إياكم معناها احذروا، فإن كانت معطوفة على ما سبق من الفعل الذي تضمنته أداة إياكم فيكون المعنى احذروا واحذروا الغلو. وقال بعض النحويين أن هناك فعلا مقدرا فيكون المعنى احذروا واجتنبوا الغلو.